أول حاجة الكدر، اللوح، اللوح بلنس، من بعدي الحديد الهيكل نتاعو، لمات رسارات، معناها في زوز رسارات من الجناب ورسار من التالي، بكوات نتاع رسار، وهذه الخدمة بالنار بالفرجة تدور بالكربون. وتوك شبه اللي بدأت تنقرض بشوي بشوي معايا، ما عادي ما بقاش تما صناعية اللي يخدموها، خاطر هي ما تخلصش، ما فيهاش نقولوا احنا ما تعيش، والصناعية نتاعها هربوا منها، معناها فيها شوية تعب، فيها فرجة، فيها نار، فيها برشا حاجات، العباد يلوجوكوش على الخدمة السهلة، والأقبال كيف كيف، حتى الأقبال ما ثماش قبال كبير ياسر.